بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. القصة هذه جتني من دولة الجزائر. هذه بلد اسمها مغنية على حدود المغرب. القصة حدثت عام 1997. رجل حطاب يعني عيشه على الحطب، يدخل في غابة، عندهم غابة في صوادي، ويحطب من هالهشيم ويطلع يبيع في السوق ويوميته، هذا طريقته. ذاك اليوم نزل هذه الغابة ولقى سبحان الله الحطب في مكوم قدامه مكسر، أثار مطر أثار هواء أثار، لكن في شيء يجذبه أنه يدخل الغابة. هذه أول مرة يقول هالشيء، يعني سبحان الله يخاطبني مخاطبة. يقول وتعدى كشجرة اللي كلها حطب، وتعدى الشجرة الثانية والثالثة، يقول نصيت الشجرة داخل وبعيدة، والله يعيني بس اني اجمع الحطب اطلع منها. جميل. يقول يوم بديت اكسر فيها يقول يطيح لي شيء من فوق مثل العش. يقول يوم نظرته الله يعافينا وياكم، لا في شعر وفي اغراض ولا له ريح تنكريها. يقول يوم نظرت ولا والله عرفت ان عمل سحري. يقول والله يا اخ عبد الله اني ما وصلت الشجره، يعني لا اني ناويها ولا ابيها، والحطب قدامي واقرب لي ومتطرف. يقول انا اجمع من هالشجره كم حطبه، لكنها ما اخذت هالشيء هذا وحطيته في بوكشة عندي وطلعت من الغابه. يقول يوم طلعت وانصى شيخ عندنا في القريه. قلت يا شيخ؟ قال نعم. قلت هذا ما صار وهذا ما صار. قال وين هالشيء؟ يقول يوم مريته وفكه قال هذا عمل سحري يا ولدي. لا حول ولا قوه. اي نعم. قلت شو رايك؟ قال خلى يقولوا يبدا الشيخ يفك ويقرا عليه، وله عنده علم من هذا. ولا والله اشياء ان الله يعافينا وياكم مختلفه وكلها قذاره وكلها وساخه. يقول يوم فك الكيس الاول الكيس الثاني، ولا والله في شيء مثل الصوره فيها دبابيس. لا حول. ولهك الشاب الجميل الهيئه الجميل المظهر صورته كامله في هذا. وعليها دبابيس. يقول قرا عليه الشيخ قال دور صاحبك هذا وقل له شوفه وينه. وترى مو بعيد اللي وصل لغابة، ترى في قريتنا ولا القرى اللي حولنا. يقول الحطاب انا بديت اسال، اجي عند ائمه الجوامع، تعرفون الشاب هذا يصلي معكم؟ كل من عرضت عليه الصوره ما عرف الرجل هذا. يقول خدت لي شهرين وانا ابحث عن هالشاب هذا في الاماكن اللي اتوقع اني القى فيها. يقول الى ان صار لي غرض في قريه بيني وبينها مثل ما تقول مسافه 10 كيلو. يقول وصلت القريه هذه، يقول يوم جيت يقول اصلي في الجامع، يقول اطلع والقى لي هاك الرجل عنده محل. قلت يا فلان؟ قال نعم. قلت انا من عرض ما اسال عليه، كل ما دخلت قريه صوره الرجل هذا تعرفه؟ يقول يوم ناظر في الصوره ناظر قال ايه هذا عرفه. قال من هو؟ قال هذاك بيته. عجيب. اي نعم. يقول وانا انصى البيت على طول واطق الباب يطلعوا لي رجاجين واسلم عليهم. قلت يا الربع انا عندي صوره نلاقيها، تعرفون راعيها؟ قالوا ايه. قلت هذا يوم شافوه قال هذا اخونا، هذه الاخوان اللي اصغر منه. عجيب. من الرجال هذا. تفضل تفضل. يقول دخلت معهم قالوا وش قصة الرجال؟ قالوا قصة الرجل هذا له حوالي اكثر من 10 سنوات وهو مجنون. سبحان. فجأة اصيب بالجنون وحطينا له قفص وربطناه فيه، اظافيره طويلة وشعره طويل وحالته حالة، ومرت علينا سنين معه الله يعلم فيها، الين جاء قبل شهرين فجأة نطق وقال يا الربع انتم ليش حاطيني في السجن وليش مربطيني وش اللي صاير؟ يقول امي تجلس تزغرد، يا ولدي فلان قال والله ما فيني الا العافية. تقول نفك عنه وندخله ونسبحه ونغسله وننظفه، ولا الرجال هذا ولدنا اللي حنا خابرينه قبل هاك السنوات. قال والله يا اخوان انا من شهرين انا حطاب ورحت في بلدة مغنية، هذا اسمها مغنية او مغنية في على حدود المغرب. يقول دخلت الغابة ولقيت هالشيء، ورحت للشيخ وقرا عليه الشيخ ولقى هالصوره وطلعنا منها الدبابيس والحمد لله. وهالحين لي شهرين وانا ابحث عن هالشاب والان تنجي. قالوا والله من شهرين ان الرجل ما فيه الا العافيه. سبحان الله. يقول المراه انت السبب انت السبب؟ قلت نعم. قالوا هي تبي تحضني؟ قلت يا خاله انا ما عملت الا الواجب، هذا امر واجب. قالت تصدق يا ولدي أنا قبل الشهرين هذه بثلاثة أسابيع يوم شفت أقرانه الصغار تزوجوا عندهم عيال، قلت هذا بكرة أنا إذا مت منه. فجلست على سجادتي كل ليلة أدعي الله أن الله يفرج عن ولدي وأن الله سبحانه وتعالى يشفيه. فوالله أني لازمت الدعاء في أواخر الليل وفي الصباح وفي كل وقت،
ان الله يفرج عن ولدي، انسانه سحر وانسانه عمل وانسانه ان الله يفكه. تقول والله اني احس ان الله سبحانه وتعالى قريب مني في دعائي. وتفاجأت اني يوم جيت اخوانا قالوا يمه اخونا يشتكي سبب سجنه، عرفت ان الله استجاب دعائي. انا ما ادري هو عمل انفك كل شيء، ولكن انت ركبت الصوره كامله امامي. جزاك الله خير يا ولدي، جزاك الله خير. يقول وهي تدعي لها كدعاء، والله اني فرحان فرح بهالشيء، حتى اني ذكرت لها قلت والله ان الحطب على اطراف الغابه قريب مني، لكني دخلت الهشجره هالشجره هذه كان الله امرني ان اتجه في شيء يجذبني لها. انا اقول يا اخوان ضعف الدين الله يعافينا وياكم ادى الى كثير من انتشار مثل هالامور في البيوت، صاروا الناس يتهاونون، يروح للساحر، يروح للكاهن، يروح لواحد ما عنده علم، القنوات بعضها يبثون مثل هالاشياء يتصل عليهم. الحديث صحيح، من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر بما انزل. يا أخوان ترى الأمر عظيم مو بسيط، تجي تحط لك تميمة في صدرك ولا في ولدك ولا في الكلام هذا كله، هذا من الشرك. لا تؤذون المسلمين، الناس فيها ما يكفيها، بعضهم سبحان الله يفرق بين رجل وزوجته، يفرق بين أخوه وأخوه، يفرق بين أبوه وعياله، كله علشان أمور دنيا. خف الله واسال الله العلي العظيم ان ينفع بها القصه، وجزاكم الله عني كل خير. امين ان شاء الله، الله يبيض وجهك ويجزاك الله خير. اليوم سبحان